اجتمعنا في المجلس الوطني كنا قد أعطينا موقفا مبدئيا وهو يعني التصويت لهذه الحكومة مع تفويض المكتب السياسي لاتخاذ القرار النهائي. المكتب السياسي كان يتعامل أو كنا نتعامل في المكتب السياسي مع معطيات يعني متبدلة ومتغيرة يوما بعد يوم وكل ساعة، يعني وكأنه ساحة سياسية على رمال متحركة، وفي ذلك يتوجب علينا التعامل مع هذه المعطيات والتقلبات السياسية التي تطرأ من حين إلى آخر. ويعني البارح منتصف الليل لم تطرأ هناك مستجدات جديدة، تعاملنا مع ما طرأ قبل منتصف الليل وارتأينا أنه يعني تصويت لهذه الحكومة ليس موقفا صحيحا، واتخذنا قرار نهائيا بعدم تزكيته. هو لم يتعهد بأي يعني بأي وعود ولا أي برنامج، ما عندوش برنامج واضح سي هشام المشيشي، وهذا الخلاف الأول معاه، هذا ما عندوش برنامج واضح ولا خطوط عريضة ولا تصور أصلا. حتى لاحظتم أنه في الكلمة التي ألقاها يعني منذ قليل كان يصف الوضع، وأي مواطن يعني من وزارة البنجردان يقدر على وصف هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هو وصف وضعا ونقل صورة يعني كان أمين في نقلها مأساوية للوضع البلاد الحالي، لكنه لم يطرح حتى ولو الخطوط العريضة لبرنامجه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومعالجة ما طرحه من مشاكل. كيف لنا أن نصوت لإنسان فاقد للرؤية في نهاية المطاف؟